في ضمننا صلاح والدكتور فتح الله أحمد من المستشفى في أبوظبي. أهلا وسهلا بكم صلاح. مبارك عليكم كل المشاهدين إن شاء الله، متابعين قناة الشرقية في كل مكان. احنا أنا صلاح بن دكتور فتح الله أحمد، نحن في مستشفى الشخبوط في أبوظبي. الوالد دخل من تقريبا من 10 أيام في حالة صحية سيئة جدا. نسأل الله أنها تكون أزمة وتعدي بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. ألف الحمد لله على سلامته. ألف حمد لله على سلامته. إحنا سمعنا بهذا الخبر، فأريد نطمن جمهور الواسع، وأريد إحنا نتعرف ونطرح اليوم وضعه أمام الملأ، وخلي الناس يعرفون إنه وضع الحالة الصحية للدكتور فتح الله أحمد. فهل ممكن نعرف تفاصيل منك صلاح؟ والله الحالة الصحية للوالد يعني إن شاء الله يكون بخير، لكن الدكاترة هنا يعني قاموا بأكثر من الواجب. نحن في استضافة دولة الإمارات العربية من 17 سنة. والوالد يعمل في وزارة الثقافة وفي بيت العود في أبوظبي مع أستاذ نصير شمة وكتيبة عالية من المدرسين من الناس. بس قبل 10 أيام بالضبط يعني انتقلنا إلى مستشفى في حالة إمرجنسي طارئة، كان الوالد فيها الضغط والسكري وفشل كلوي وبعض الأمراض في الكبد، يعني في ورم في الكبد وفي ورم في على الكلى. نسأل من الله يعني إن شاء الله تكون أزمة وتعدي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الوالد ما يقدر يتحدث إنه، إحنا دا نشوفه الآن على الشاشة، هو سامعنا؟ نعم يقدر يتحدث الوالد. دكتور فتح الله ألف ألف سلامة. الله يسلمك الرقية، الله يخليك. أنا أشكر جدا دائما قناة الشرقية سباقة في الاهتمام بالفنانين والمثقفين والشعراء والأدباء، وأشكر كل كادر الشرقية وعلى رأسه الطيب الغالي أستاذ سعد البزاز، وأشكر كل من تابعني، وأشكر القيصر اللي هو توأم روحي ومسيرتي. راح يكون ويانا كلام الجميل، راح يكون ويانا بعد شوية. نعم يعني اهتمامه بي واهتمامه هذا، وبعدين الفنان العالمي أيضا نصير شمة، وأيضا الفنان الإماراتي العزيز فايز السعيد، يعني ما قصروا اتصلوا واهتموا ودخلوني المستشفى، والحمد لله والشكر آني في مستشفى شيخ شخبوط. واهتمام يعني جدا جدا كبير بوضع الصحي، ولكن أني شوية يعني وضعي الصحي، أنا أعرف نفسي وضعي الصحي تعبان، فأدعو من الله أنه أن يشفيني شفاء اللي ما بشفاء غير شفاء رب العالمين إن شاء الله. وإن شاء الله أنا أوعد الناس الجمهور أنه أنا ما مقصر في حياتي، مع الأسف أنه إحنا صرنا في حالة نوستالجية أنه قمنا نحن لماضينا. أنا صار لي 51 سنة من سنة 70، قدمت شيء وأنا فخور بما قدمت للفن العراقي والفن العربي، والحمد لله والشكر أنا هسه مقيم في الإمارات وعندي رسالة أتمنى أن توصل هاي الرسالة. أنا صار لي 18 سنة، راح أدخل سنة 19 أنا في الإمارات، وأتنعم في الأمن والأمان في هذا البلد الطيب، أنه الله يحميها ويحمي حكامها وشيوخها وأهلها إن شاء الله. فوفاءً مني لما قدموا لي، أنا عامل أعمال لأعمال للإمارات
سبق وأن قدمت فيه مع أوركسترا سيمفونية في متحف افتتاح متحف اللوفر وغيرها من العروض الموسيقية الأوركسترالية. وبعدين أنا مسوي سيمفونيات اثنين لترجمة موسيقية لكتاب رؤيتي للشيخ سمو محمد بن راشد آل مكتوم، ومسوي سيمفونية ثانية باسم بطل الحزم لسمو الأمير محمد بن زايد الله يحفظهم. فأمنيتي قبل ما أغادر الحياة أنه تنعزف هاوية أوركسترا في أوبرا دبي، وأنا دا أحاول وأتمنى أنه رسالتي توصل للمسؤولين أنه على الأقل أرتاح أنه أنا قدمت دين كان في رقبتي. إن شاء الله يا رب العالمين الله يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين إن شاء الله، وإن شاء الله يتحقق هذا الحلم وإنت موجود، نتمنى لك العمر كله، وإن شاء الله هذه أزمة وتعدي دكتور فتح الله. دائما أعهدك أنت شخص قوي، شخص مثابر مكافح، وهذه المحبة من زملائك في العمل ما حد يستغربها، أنت قدمت الكثير الحمد لله وتستحق هذه المحبة، وعندك مكانة بقلوب كل العراقيين. أنا يعني استعرضت بالبداية جزء بسيط من مما قدمته حضرتك للفن العراقي، تستحق كل تقدير. الحمد لله، الحمد لله، فخور جدا بما قدمته، وفخور جدا إنه أكو ناس يحبوني. يعني مديرة عام الدائرة مالتنا ست ريتعون أيضا يعني اهتمامها بصحتي ومتابعتي، والأطباء أصدقائنا يعني هما ما قصروا، يعني طبيب يروح طبيب يجي ويطمئنن على صحتي يا رب إن شاء الله. وأنا يوم الأحد عندي أوبريشن بالله، إن شاء الله راح نشوف بالنجاح. رب العالمين يحدد مصيري، فإن شاء الله خير يا رب العالمين. إن شاء الله الشفاء العاجل إن شاء الله دكتور فتح الله. الله يخليك أستاذ رقية، أنا عندي مداخلة يعني عدم مقاطعة الكلام. أنا أحب أشكر جدا 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 اللي هو نعتبره إحنا فرد من العائلة، الأستاذ الفنان الكبير القيصر كاظم الساهر، على وقفته ويانا يعني شغلة مو غريبة إنسان عليك. ملك في الإنسانية والله العظيم، ما فارقني على التليفون في اليوم، اتصل أكثر من 20-30 مرة على تواصل تام، ويقدم كل الدعم المعنوي، أهم شيء الدعم المعنوي، لأنه إحنا في جائحة كورونا المستشفيات أغلبها مستشفيات فيها مرض، وإحنا في مرض خطير وخبيث الله يبعد عن كل الناس جميع الناس إن شاء الله. وأشكر أيضا أستاذ نصير شمة، إنسان راقي جدا وحاول يدعمنا معنويا وكل طرق شتى الطرق اللي ويانا، واستاذ ريد تعون على تواصل ودكاتره، واستاذ فايز السعيد، وايضا رجل الاعمال العراقي الاستاذ سردار البياتي، وشكرا جزيلا جزيلا للاستاذ سعد البزاز اللي هو وصل صوتنا وقدم انه خلى صوتنا يطلع لقناه العراق الاولى طبعا الشرقيه أكيد. وشكرا جزيلا للاستاذ فراس السراي اللي هو جذل مجهود يعني بخلال يوم فراس. واحد كنا نحبكم فنان كبير احنا طالب يعني انا بالنسبه لي صوتي شيء واحد، احنا صار لنا 18 سنه احنا بهالبلد، انا تربيت وكبرنا وشربنا من ارض هذا البلد الطيبه اللي هي الامارات وكل خيرنا عشنا هنا، واحنا صلاح اريد ايضا من في العراق يلتفتون للدكتور فتح الله احمد، مثل ما ذكرت هو قامه فنيه وهو قدم الكثير. واليوم راح افرحكم انه بعد شويه راح يكون وياي القيصر لاول مره في الظهيره، وهاي الخاطر دكتور فتح الله ايش قد يحبك وايش قد يعزك، وهو راح يخصنا بهذا الاتصال، فكون ويانا. انسان مو طبيعي، يعني انا مو مدحن بي والله العظيم، هو هذا طبعا يعني هو مو كاظم الساهر، هو كاظم الساحر، وعنده سحر في قلوبنا يعني انا بالذات دكتور يعني فتح الله عندي دكتور فتح الله مشرف وياه.
دكتور فتح الله، كنت دائما في الظهيره ضيفا، تتذكر ايش قد حكينا وانت عزمتني العزومه لحد الان لازم اجيك لابو ظبي صح؟ فان شاء الله تطلع من المستشفى وانت بحال افضل. دعوات كل الطيبين والمحبين لك، ان شاء الله يا ربي هذه ايام تعدي وتصير سوالف مثل ما يقولون. ان شاء الله ان شاء الله، الله يسمع من حالكم. انا محتاج دعاكم ودعاء كل الطيبين يا رب العالمين. ان شاء الله اليوم كل الناس تدعي لك بالشفاء. شكرا جزيلا، ما رد اتعب صلاح. يعني صلاح سمعتوا الاتصال الهاتفي كان واضح؟ نعم 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 استاذ رقيان، واضح كان. نحب نشكر القيصر على كلماته الطيبه، على احساسه الجميل، ونحب يعني صراحة نحب الناشد الشعب العراقي والجمهور العراقي. إن شاء الله يتمنون الشفاء العاجل للوالد وتكون أزمة، وإن شاء الله يرجع أحسن من أول ويرجع مع الموسيقار ومع مع مع طلابه، وإن شاء الله يرجع لنا سالم غانم إحنا في 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 وطننا الثاني في بلدنا الثاني. وأتمنى أتمنى يا ربي إنه رسالته تكون وتوصل للشيخ محمد بن زايد، الله يطول بعمر الشيخ محمد بن راشد، ويشوفون رسالته اللي حابب يوصلها من فترة طويلة، اللي هي محبة، مسيرة محبة وولاء وانتماء، نفس ما قدم أعمال كثيرة للشعب العراق لدولة الإمارات. وإحنا أيضا نريد رسالته صلاح، عذر المقاطعة، وإحنا نريد أيضا رسالته توصل للعراق. بالتالي فتح الله الدكتور فتح الله هو مواطن عراقي، هو قدم الكثير صح؟ فنتمنى انه من الناس انه تدعي للدكتور فتح الله انه يعدي هذه الازمه، ونتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى ايضا الاهتمام بفنانينا وقاماتنا الفنيه اللي هي الوجه المشرق، دائما اقولها الوجه المشرق للعراق. نعم العراق، العراق هو عراقنا يا ست رقيه. نعم. وان كان يعني وطنا لن نعيش فيه، ولكن يعيش في داخلنا وفي أعماقنا. نعم. آه يا عراق، آه يا عراق، لك الله إن شاء الله يرجع العراق أحسن من قبل إن شاء الله يا رب إن شاء الله. جزيل الشكر، وأكيد إحنا رح نتواصل وياكم صلاح حتى نطمئن على صحة الدكتور، وسمعنا أخبار طيبة إن شاء الله، وندعي له انه تكون العمليه تتكلل بالنجاح، ونسمع اخبار طيبه. جزيل الشكر. شكرا جزيلا استاذ رقيه، شكرا جزيلا، الله يحفظك. في امان الله. في امان الله. في امان الله. مع السلامه، يحفظكم الله. في امان الله.